اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جيتكم اليوم فيديو جديد، ليلة ليلة الحنة. هنت العروسة تلبس العربي ويجيب لها رجلها، معناتها العريس يجيب لها الحنة ومعناتها ويروحوا. هذا اللي هنا العريس كيف جاي جاب لها الحنة ويرشد عليها وكل، حط لها فلوس يعني، ويعملوا شوية جو هكا، ومن بعد يروحوا ويقعدوا مالي العروسة يكملوا عرسهم، وبطبيعة مالي العريس يروحوا يكملوا سهريتهم الليلة. فما عباد يقولوا طية، ما نحنا في جابس راه نقولوا ليلة الحنة. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو، وإن شاء الله يلقاكم في أحسن حال وفي صحة جيدة. هاكم على الفيديو.
Thank you.
ان شاء الله عجبكم الربوخ التونسي الجابسي المارثي الزركيدي، وان شاء الله نلتقينا بكم في فيديو قادم ان شاء الله.